خطاب ديال جلالة الملك خطاب واضح المعالم، جوج ديال الامور الكبرى ولا تتعلق بالماء، واللي اكد جلالة الملك بانه دارت امور ايجابيه في بناء السدود، تحليه المياه، ولكن راه ولا عندنا مشكل هيكلي. ثلاثه العقود هذه اول مره كيجي هذا النوع من الجفاف، فاذا مادام عنده الطابع الهيكلي لابد من اجراءات جديده. جلالة الملك تكلم عليه، ولكن خليني نركزكم على جوج. الاولى وهو انه اليوم امامنا اننا خصنا نغيروا الطريقه ديال تدبيرنا للمياه، وكما تكلم جلالة الملك على الاجهاد، كاين هناك اجهاد، ان ستريس ادريك. هاد كيخصنا اولا اي مشروع في التكلفه ديالو من ناحيه المياه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، والجانب الثاني في المياه اللي خصنا ناخذه بعين الاعتبار كذلك هو ترشيد التدبير ديال المياه. اليوم عدد من الامور اللي كنديروها، واخا حنا كنمشيو كنركزوا على المنازل وكنركزوا على بعض القضايا الصغيره فيما يتعلق بالتدبير ندره المياه، ولكن الامر اكبر بكثير، وخصنا نمشيو للمشاريع الكبرى التي تاخذ المياه كثيرا. الجانب الثاني المتعلق بالاستثمار تكلم جلالة الملك عليه، تكلم على ميثاق الاستثمار، سنصادق عليه خلال الاسبوع، ربما يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء سنصادق على ميثاق الاستثمار. تكلم على المراكز الجهويه، خليني ندير جوج القضايا. الاولى هو مناخ الاعمال اللي تكلم عليه جلالة الملك، هذا فيه اشكال، خلينا نقولوا راه فيه اشكال حقيقي، لان مع هذه الحكومه ما جابتهاش لا طبق الدستور الفصل 89، لا في البرنامج ديالها، ما كاينش في الاولويات ديالها، سحبت بعض القوانين اللي عندها علاقه بها. هذه كيعطي اشاره سلبيه. الحكومات السابقه نزلت من 89 ل 53، اليوم حنا فيما يتعلق بدونك بيزنس، فهذا امر اللي خصنا نشتغلوا. الجانب الثاني مادام جلالة الملك يتكلم على توحيد الاستثمار لدى المراكز الجهوية للاستثمار، مزيان، ولكن خلينا نقول هذه ثلاث سنوات المراكز الجهوية للاستثمار ما دارت شي حاجه كثيره. علاش؟ لانها كتشتغل وما بغاش دير حتى شي استثناء، ما بغاتش انها تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ بعض القرارات. اليوم هي ملزمه لكي باش نحركوا الاستثمار، ماشي غير بالميثاق، سنحركه بالاليات، ومن بين الاليات هو انه هاد الجيش اينيك وهاد اللجنه الجهويه وهاد المراكز الجهويه خصها تقوم بالدور ديالها كما ينبغي، وطبعا باقي المؤسسات المتعلقه بالاستثمار كيخصها هي تقوم بالدور ديالها. وهذا الشيء لا الماء ولا الاستثمار حنا غادي نجعلوهم بين الاولويات ديالنا ديال الاشتغال في العداله والتنميه، سواء من الناحيه التشريعيه، ما اما تقديم تعديلات او مقترحات قانون، او من الناحيه الرقابيه، وغادي نبداوها مع رئيس الحكومه، وربما اول جلسه غنديروها حول الماء.